السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. السلام عليكم، سميتي يحيى. وقصة اخويا تقدر تجيك والمستمعين غريبة، ولكن انا غنرويها لك كيف ما هي وما غنزيد والو من راسي، وانا باغي غير نخوي قلبي. ما كنتسناش من شي واحد يتيقني. الا بغيت نعطي شي مقدمه للقصه ديالي، غنقول لك بلي الله خالق العالم ديال الانس والعالم ديال الجان، ولكن بعض المرات كتوقع واحد الفجوه اللي كتؤدي للتداخل ما بين هاد العالمين، وهذا الشيء كامل كيتم بطبيعه الحال باذن الله. انا متيق ومقدر الناس اللي كيقول لك بلي مستحيل الانسان يشوف الجن، وكنحترم الراي ديالهم، ولكن اخويا انا شفتهم. يمكن ما يكونوش بالهيئه ديالهم الحقيقيه، حيت واخا يتشكلوا كيف ما بغاو كيكون ديما واحد الاختلال ولو بسيط، وتقدر تميز منه الانسان الحقيقي والجن المتجسد. وانا غير من شوفه فيهم كنت كنعرف. تزاديت وسط عائله بسيطه، والديا كانوا ناس دراوش، انا الكبير عندهم، ناس ما قاريينش ولكن واخا هكاك واعيين. الوالد كان كيخدم في الزليج، اما الوالده كانت مقابلة الدار، وعلى حساب معاودات الوالدة فمن نهار سكنوا في ديك الدار وشي أمور غريبة كطرى معاهم. دار قديمة بلدية شوية، كان كرهها الوالد منين يلاه جاو للمدينة هو والوالدة. وصافي مول الدار خلاها لهم بداك التمن البسيط، وما بغاش يزيد عليهم حيت حتى والديا كانوا ناس دراوش، شاد انتقارهم ما كيجبدوا صداع مع أحد. ديك الدار كانت عامرة بهم حيت شحال وهي مخلية ومسدودة، حتى جاو والديا وسكنوا فيها. الوالده كانت كتبقى في الدار بوحدها، اما الوالد كيخرج يخدم. الوالده كانت مرا ديال الدار، يعني كتقضي كاع المهام ديالها بالدار، كتعجن كتصيق تجفف بحالها بحال كاع العيالات. حتى من الخبز كانت كطيبو في الدار وما كديش للفران. واحد المره كانت حاطه القصريه قدامها في الارض وجالسه كتعجن. وقبل ما نقولك شنو شافت اخويا، غنقولك بلي الوالده كانت كديها عينها بزاف وكتسها، وخا تكون يلاه فاقت من النعاس كيعاود يجيها، رغم انها تزادت وكبرات في العروبيه. وانتم عارفين دوك الناس كيكونوا نشيطين، مره كتسعى على الماكله، مره كتخلي البوطه مشعوله. وكيف قلت لك اخويا داك النار كانت كتعجن، دات عينيها حتى كتبان ليها مراه داخله عليها، ملت تما ولابسه كلشي ابيض، مره غليظه شويه، وهي تجي عندها حتى لودنها وقالت ليها شوفي هاد المره ملي تكوني كتعجني خلي ليا شويه الخميره. صافي بديك اللحظه الوالده بحال تواعات، وبقات كتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جا الوالد في الليل عاودات له داكشي اللي طرا، وقال لها يمكن غير حلمتي، ولكن الوالده بوحدها اللي كانت شاهده على داكشي اللي وقع عليها، ما دارتش بكلام ديك المراه اللي جات لعندها، حتى غيولي داكشي ينقص ويتهز بوحدو، ماشي غير الخميره ولكن بزاف المواد اخرين. الوالده كان ربي عطاها واحد الصوت اللي ما نقدرش نوصفه ليك، صوت زوين بزاف، خصوصا الا كانت كدير الامداح ولا الاناشيد اولا كتذكر الله. كانت فيها هاد القاعده، ملي كتكون كتشقى ديما كتبقى تغني وكتذكر الله. ملي كانت في العروبيه كانت كتغني في الاعراس، الا كان شي عرس فيه الامداح والعيالات مجموعين بيناتهم هي اللي كانت كتنشد ليهم، وكلشي كيشهد باللي صوتها زوين. كلك واحد النهار جالسه كتنشد في الدار حتى كتسمع صوت صفاق موراها، ماشي واحد ولا جوج ولكن كانوا بزاف، بحال شي مجموعه ديال الناس جالسين موراها كيصفقوا وهي كتنشد. تماك الوالده حبسات ودارت بزربه، طلعت مع التبوريشه وتخلعات، بدات كتشم ريحه العود عندنا في الدار. صافي تماك غيبات حتى جا الوالد ولقاها مازال طايحه، تخلع عليها بزاف وداها للطبيب، وتماك عرفوا بلي راها حامله، كانت حامله بيا. الوالده بحال ولات فيها الخلعه وكتقول ليه نخوي وديك الدار، وهو مع كان مزير شويه في الفلوس كيقول ليها نصبروا، ما غلقاوش شي ثمن بحال هذاك اللي كارين به. وفي الاخر مسكينه ولفات، خصوصا انهم ما كانوش كياديوها. وتماك الوالد غيبداو يطراو معاه شي حوايج غراب، وحتى هو غيتاكد بلي الدار فيها شي حاجه. واحد المره غضربوا الفيقه في الليل، كتبان له مره خارجه من البيت اللي هما ناعسين فيه، كيقول بلي هاد المره هادي كان باين فيها غير النص الفوقاني، اما النص التحتاني ديالها كان مظلم وما كانش باين. تما تغادي حتى خرجت من البيت بلا ما تحل باب لا والو، ما بغاش يخلع الوالده خصوصا انها حامله وما قال لها والو. دازوا ليام وتزاديت انا،
من تزاديت الوالد فرح بيا بزاف، خصوصا انني كنت اول العنقود، وسماني يحيى. واحد النهار قبل ما نكمل 40 يوم، الوالد غتولي تبان له واحد المرأة هزة جوج توام في يديها، دراري باقين صغار قد حتى هما في العمر. غتجي حتى لعندو غتقول ليه هذا مامن وهذا ميمون وهذا ولادي، وحنا ساكنين معاكم، وحنا معاكم بالله وبالشرع. الوالد تخلع بزاف ومشى جاب واحد الفقهاء وقال الوالدة راه غير بغينا نديرو شي صداقة بمناسبة زيادة يحيى، حيت ما داروا الأسبوع لا والو. الذبيحة وداكشي داروا جدي في العروبية بسميتي. مشى جاب الوالد دوك الفقهاء وبداو كيقراو القرآن، كانوا جوج وقالوا لي راه عندك شي حاجة في هاد الدار، حنا كنقراو وشي واحد كيقرا معانا، وقالوا لي بلي هادو اللي معاك راه مسالمين وما غاديش يأديوكم، غير واحد انتوما شدوا تيقاركم وما تأديوهمش. سولوا الوالد كيفاش، قال ليها ما تخليوش الدار موسخه، نقيوها مره مره، حلوا الشراجم، طلقوا القران، طلقوا بخور ريحه زوينه، وفي الوقيته ديال الليل نقصوا من الصداع. صافي الوالده والوالد تفاهموا بيناتهم وقروا يبقاو في ديك الدار. انا بديت كنكبر وحليت عيني على داكشي في صغري، وفي الفتره ما بين 3 سنين و5 سنين اخويا ما نكذبش عليك كنت كنشوف جوج دراري صغار كيتشابهوا، غير هما عينيهم في شكل ماشي بحال ديالنا، كانوا عينيهم مقاربين بزاف، كانوا قدي تقريبا في السن ولكن كيبانوا كبار في عقلهم. كانوا كيبقاو يلعبوا معايا وكيونسوني، حتى كيقرب يرجع الوالد عاد كيمشيو في حالهم، ما كنعرفهم لا منين كيدخلوا ولا منين كيخرجوا. ديما الوالده فيما كانت كتجي تطلع عليا كتلقاني كنهضر بوحدي، ملي كانوا كيجيو عندنا شي ناس وهما محاملينناش ولا ناويين لينا على الشر، تصور اخويا كيكونوا جايين باغين يباتوا حتى كيصدقوا كيمشيو في حالهم من الساعة الاولى وبدون سبب. شي كيقول لك حقات تخنقت عندكم في الدار، وحدين اخرين كيقول لك عندنا شي شغل وخصنا نمشيو. المهم قليل فين كيبات عندنا شي واحد، حيت هما اصلا ما كانوش كيحملوا الزايد معانا في الدار، موالفيننا غير حنايا وعارفين بلايصنا. انا كبرت على واحد العادات في الدار، ما كيخصنيش نغوات، ما كيخصنيش نمشي كنجري، ولا نبقى نقز من بلاصه لبلاصه، ولا نخلي الباب ديال الطواليت محلول. داكشي كامل تعلمته من والديا، ويا ريتكم بقات عندي العقليه ديال الصغر. ملي وليت كنكبر شويه دوك الدراري مبقاوش كيجيو لعندي، خصوصا ملي في 6 سنين، ولو كيجيو عندي غير في الحلم. كتعرفوا بنادم ما حدو كيكبر وكيبداو يدخلوا دوك الحراميات، حتى الا كان من قبل كيشوف شي حوايج زوينه ولا ربي مسخر له شي واحد من مخلوقاته باش يعاونه، ما كيبقاش داكشي بحال كيتحجب عليك بسبب الافعال ديالك. ماشي غير الافعال، حتى النيه ديالك وكيفاش كتفكر. داكشي علاش كنلقاو ان الناس الروحانيين كيكونوا فيهم واحد البراءه ديال الدراري الصغار. واخا هكاك الاحوال ديالنا الماديه تحسنوا، الوالد زاد كبر التجاره ديالو ولاو خدامين مع جوج المعلميه. انا داك العام كنت دخلت للمدرسه، وتصور اخويا ملي كانت كتسولني استاذه واش عندك خوتك، كنقول لها اه عندي، بحال هذاك الشيء الصغر بقى راس خليه في دماغي، وباقيين حتى لدابا الاشكال ديالهم بين عينيا وكيجيوني على شكل دراري صغار ماشي ناس اللي كبار. واحد المره الوالد كان عارض على صاحبه، علم الوالده باش توجد لهم العشاء، وبالفعل جا الوالد وجا مع هذاك صاحبه، حطات لهم الوالده العشاء، ريحت انا معاهم، سالينا الماكله تعشينا، هو ناض باش يغسل يديه، راجع شويه كيبان لي السيد طاح على وجهه وكيغوت وكيقول لينا رجلي كضرني بزاف. بدا كيسولو الوالد شنو طرالي، قال لي راه اكلاتني شي حاجه، قال له هاد الدار هادي راه عندك فيها شي حاجه. من بعد مشى في حاله، وفي ديك الليله بالضبط غنحلم بواحد من دوك الدراري اللي كانوا كيجوا عندي في الصغر، قال لي راه خويا هو اللي عكلو حيت عفط عليه، واصلا داك الراجل غادي يشفر بواك. ملي فقت مع الاسف نسيت على ديك الحلمه، وبالفعل مورا 3 شهور داك خونا غينصب على الوالد غيهرب ليه بالفلوس ويمشي لمدينة اخرى. تماك عاد تفكرت شنو حلمت، حيت كنت باقي صغير ما كنتش مركز بزاف مع هادشي. دازو سنين على نفس الحال وحنا مخبيين السر ديالنا اولا السر ديال ديك الدار، مولاها كيجي مره مره كياخد الكرا ديالو وصافي، ما كيسولنا على والو. السلوك ديالي تبدل 180 درجه من داك الولد اللي مهدن وكيلعب غير بوحدو وقاز شاد تيقارو، الواحد اللي عنده بزاف ديال الصحاب وما كيجلسش نهائيا في الدار، والاغلبيه صحابي كانوا خارجين الطريق مبليين وهما صغار كيشفروا وكيديروا بزاف الحوايج خايبين.
وحتى انا مشيت معاهم في طريقهم، ما بقيتش نهائيا كنشوف داك الشيء الزوين اللي عندنا في الدار. داك السن هذا كنت باسل بزاف، كنبغي ندابز نجبد الصداع. بنادم ما دار لي والو، كنمشي نحقر عليه بحكم انني كنت صحيح شويه. اللي غيجبد لينا هاد الصداع كامل هو الاستاذ ديالنا. احنا مريحين في القياسم علينا ما بينا، حتى شويه تجبد الموضوع ديال الجن والعالم الاخر. كل واحد بدا كيعطي رايه، كاين اللي كتقول راني صبحات فيا الحنه واحد النهار والدراري كيطلعوا عليها كيقولها راه تزوج بك شي جن، كاين اللي كيقول لك بلي الوالد ديالي مقيوس وكيطيح، كاين اللي كيقول لك واحد من عائلتي زهري وخطفوه وبغاو يجبدوا به الكنز. المهم كل واحد وعاود التجربه ديالو. الاستاذ بقى كيهضر معاهم حتى هو على التجربه ديالو، وهنا انا درت عند صحابي وبلا ما نحس بديت كنقول لهم بلي دارنا فيها جنون، وهذا الشيء اللي كيقول الاستاذ كامل غير كذوب. هما راه ما كياديونا وما كيوصلونا حتى شي حاجه، بالعكس راه كيعاونونا ومن صغري وانا كنشوفهم. واحد خونا كيسولني كيفاش كتشوفهم، كيف داير الشكل ديالهم. قلت ليه كيبانوا بحالنا، غير هما فيهم شي اختلافات بسيطه وما عندهمش مع كثره الهضره. كانت هذيك اول مره غنجبدوا داك الموضوع، ومنين عاودت لهم هكاك على الجن ما بقاش عندهم داك الخوف. كنا حنا 6 ديال الدراري، وكنا ديك الليله متفقين اننا غنتلاقاو وغنكميو وغنشربو. اخويا كنت بليت من صغري، هادشي اللي كنعاود لك عليه راه يلا عندي شي 16 ولا 17 عام. بقينا كنفكروا فين غنمشيو، البلاصه اللي موالفين كنجلسوا فيها ولاو كيجيو لها البوليس بزاف حيت الكريساج كان كثر في ديك الوقيته. واحد منهم اقترح علينا واحد الخلا وقال لنا راه تماك الديور باقيين ما تبناو والبوليس ما كيوصلوش لديك البلاصه. واحد الولد من الكليكه ديالنا خو عنده تريبورتور وهو اللي وصلنا لديك البلاصه. كان عارف خو كيتعاطى داكشي وما كيدويش معاه، كيقول لي خذ راحتك وعيش حياتك. وصلنا فعلا كان غير الخلا تماك، كيبان لك الضو بعيد ديال شي دار داخلين تماك ومضوين غير بالبيل ديال التليفون. ديك البلاصه ما فيهاش حس بنادم ورجل مقطوعه. ريحنا بقينا مجمعين وكنضحكوا، والدراري عاد جاتهم الهضره على داكشي اللي سمعناه الصباح في القياسم. واحد كيقول لهم تصوروا تخرج لنا دابا شي حاجه، الاخر كيجاوبو كيقول لي هذا راه الخلا وهما معروفين كيكونوا في الخلا. سولوني انا يحيى واش فايت شفتيهم في شي بلاصه من غير الدار، قلت لهم لا صراحه ما عمرني ما شفتهم. انا هذا الموضوع كان طالع عليا في راسي حيت في الدار كنا كندويو عليه بزاف. صافي دوزنا ديك الليله تماك غير الضحك والنشاط، وكنا متفقين مع خونا مول التريبورتور غير رجع لينا. اتصلنا به جا لعندنا ورجع كل واحد حدا داره. الوالده كانت كتبدا تغوت عليا وعلى الحاله اللي كندخل فيها، اما حتى الوالد ما كانش كيسيق ليا الخبر حيت كانت كتخبي عليه. دخلتني نيشان وكنت ضايخ، قالت لي دوز غسل وجهك ودخل لبيتك وغدا عاد نتفاهم معك. صباح الصباح الوالده غوتات عليا وقالت لي باغي تخرج على راسك وعلى حياتك. ملي كنت كنسمع الهضره ديالها كانبني ضميري شويه، ولكن غير كنخرج كنتسى كاع داكشي اللي وصاتني عليه. رجعت تاني كنتلاقى بالدراري صحابي، خصوصا داك الصيف دوزتو كامل في ديك البلاصه المهجوره، ولات هذيك هي بلاصتنا. وبعض المرات حتى لما بغى يمشي معايا حتى شي واحد كنمشي غير انا بوحدي. يبدا معايا الرعب في صيف 2011. واحد الليله كنت ناعس كنسمع صوت الكلاب في ودني شويه، حتى كتبدا تبان ليا واحد الحاجه غريبه. في الاول كان بحال الضو كيمشي ويعاود يجي، بدا داكشي كيتشكل قدامي راجل واقف فوق الفراش، وجهه خضر عينيه صفرين وما عندوش الودنين. هكا شفتو اخويا وكنوصفو لك كيف ما شفتو. كان قرع ما عندوش شعر وحتى حوايجو ما لابسهمش، بدا كيحل فمو وهو كيزيد يوسع بحال كان باغي يقول لي شي حاجه. كنت باغي نوض نخرج وما قدرتش، يديا تعقرشوا عليا، صباعي بداو كيتطواو راسهم وفمي نشف بقوه الخلعه. واحد اللحظه اخويا كنحس براسي تدفعت من فوق الفراش وتلاحيت للارض، وما عرفتش شنو اللي دفعني. كندور ما كنلقاش داك الراجل، بحال كنت غير كنحلم. الصباح فقت مرفوع ما كندوي مع احد، الوالد كيحاول يضحكني بحال ديما وانا غير ساهي. من مورا ما مشى الوالد، الوالده ناطت ليا وبدات كتغوت وكتقول لي شاد الحاله وليتي فيها. عطاتني القران وقالت لي توضى وسير صلي وقرا شويه. كنقسم لك اخويا بالله مشيت توضيت وصليت كنرجع كنلقى القران محلول، وسولت الوالده قالت لي بلي ماشي هي اللي حلاته. ولكن الغريب اكثر هو غير شفت ديك السميه الصوره وانا نعواج.
كان محلول على صورة النور. من تماك ما بقيت عقلت على والو، حتى كنحس بالوالدة كتفيقني. كنت باقي ما توعيتش مزيان، كيبان ليا داكشي واقف مورا الوالدة كحل، واحد الوجه مخسر ودير فيها واحد الخنزيرة كتخلع. بديت كنغوت، هي شدات فيا عنقاتني وكتقول لي بسم الله عليك ولدي. ومني بدات كتقرا القران، داكشي اللي في الداخل ديالي كيقول لي يا قول لها تسكت ولا غنصفيها ليها. راه عندي العافيه، عندي العافيه في يدي، اليوم الحرقه، قول لها تسكت. هكا كان كيدوي اخويا، وبكثره ما كان كيعاود لي ديك الهضره في الداخل ديالي وليت انا كنقولها. الوالده خلعات ونهضت بعدات مني، كنقول لها انا غادي نحرقك غنحرقك. اجا الوالد وعاودات له، جابوا لي واحد الفقيه. ونيت دوك الفقهاء اللي كيعرف الوالد، قراو عليا ولكن ما تحركات فيا حتى شي حاجه. كان بان عادي طبيعي، ما غيبت ما والو، كنسمع دوك الايات اللي تقرا. قال الوالد بلي ما عندي والو، تقدر تكون غير شي عين ولا حسد، خصني نبقى نحصن راسي وصافي. الوالده قالت لي تقدر تكون داكشي اللي كتكمه هو اللي دار لك هكا. وفعلا ديك الايامات قطعت الجوانات وقطعت الخروج، ما بقيتش كنخرج باش تاكد. حبس راسي في الدار وكل ساعه كنسمع القران. مع ديك الوقيته نتوما عارفين ما كانش عندنا شي حاجه كثيره باش نتلاهاو. كان الوالد دار لي التلفازه في بيتي باش نبقى نشوف الماتشات، كاس كنتفرج ما عليا ما بيا. حتى شويه كتبان لي شي حاجه كحله طالعه مع الماريو بواحد السرعه لي خياليه، ماشي شي حاجه صغيره اللي تقول عليها مش ولا فار، لا هادي شي حاجه كبيره. ومشكل ما قدرتش نشوفها ولا نميزها مزيان، حتى كنسمع واحد الخبطه فوق الماريو. قلبي كان غيسكت، نط طلعت فوق الفراش وكنطل فوق الماريو واش تبان لي شي حاجه، ولكن ما كان والو. واش تهيئ لي واش حماقيت ما عرفتش. واخا كنت قطعت داكشي اللي كان كيخليني نهلوس، رجعت كنشوف دوك الدراري التوام اللي كانوا كيجيوني في الصغر، ولكن ولاو كيجيوني كبار وشارفين لابسين غير واحد الدرابل جلال بيضين، ولكن بقوت ما كانوا موسخين كيبانوا في حالي لك حالين. حتى وجوههم ما كانوش زوينين، كانوا مخسرين. بداو كيقولوا لي انت اللي دخلتيهم علينا، انت اللي بغيتي تجري علينا. كنقول لهم لا لا، انتم راكم خوتي وانتم عزازين عليا، ما غاديش نجري عليكم. وراوني واحد الصوره كنشوفها قدام عينيا بحال ظهرنا كتحرق، وبحال داك الراجل اللي حلمت به هو اللي كيحرقها. قالوا لي شوف حنا شنو كنشوفوا. وفي ديك اللحظه فقت، كنلقى راسي طايب بالسخانه. ديك الايامات كان جدي ايام العروبيه، صافي خلا واحد عمامي ومن اللي مقابلي ليه الارض وجا عندنا للمدينه، جمع واحد ولد عمي تقريبا قدي ولا كبر مني بشي عام. انا ديك الساعه كنت مريض ومغير وما حامل نشوف حتى شي واحد. بنادم غير كيشوف كيبقى عليك مالك ضعافيتي، مال عينيك ولا وهكاك، مال وجهك دخل، راكم عارفين المغاربه كيف دايرين. حتى شويه كنوض، كنا جالسين كنتغداو، نضت وقفت على رجليا، كلشي بقى كيشوف فيا. شفت في جدي واحد الشوفات خلعاتو وقلت ليه انت مالك انت مالك، سكت ولا غادي نعوجك، كتفهم؟ والصوت ما كانش ديالي. الوالده قالت لي بلي صوتي كان غليظ. كنقول لي انا راه كبر منك، انا كبر منك، شكون انت باش تغوت عليا؟ الوالد ناض وصرفقني، وفي ديك اللحظه عاد رجعت للوعي. لقيتهم كلهم كيشوفوا فيا. الوالده جراتني للبيت كتقول لي يا ولدي مالك، ياك ما خديتي شي حاجه. كنقول لها هذيك الله الوالده، انا محبوس في الدار من شحال هادي، ما كنخرجش، مني غيجيني داكشي؟ قالت لي ما شفتيش كيفاش دويتي مع جدك، راه تقلق وقاس كيجمع في حوايجو، حشومه هادشي اللي درتي باك عمرو ما غيسمح ليك. قلت لها وراه ماشي لخاطري، ما كنتش واعي بداكشي اللي كنقول. انا كنت كنسمع ولكن باش نتحكم اولا نسد فمي ما كنقدرش، وليت عصبي بزاف. خرجت طلبت منه السماحه، والوالد بقى عليه حتى قنعو باش يبقى معانا. ولاو كيجيوني شي افكار خايبين بحال شي واحد كيوسوس ليا باش نوض نقتل عائلتي. داك ولد عمي اللي جا مع جدي زهري، زهري من الام ديالو، وقال ليهم باللي حلم بيا، دخل مع الباب ومدخل معايا واحد الكلب عور كحالو كله موسخ. وداك الكلب دخل عندي للبيت، تماك بداو كيشكو في التصرفات ديالي، خصوصا ان داك الولد كان ديما احلامه مضبوطه وكان سبب باش يثقوا بيا والديا. وقال لينا راه عندكم رفقه صالحه في الدار، ولكن راهم محبوسين وخايفين اللي يخرجوا، حيت الا خرجوا غيحرقوهم. انا ما كنتش عارف شنو السبب ديال هادشي اللي وقع ليا،
علاش زعما كيطرى هادشي كامل؟ علاش دوك الاحلام وداكشي اللي كنشوف؟ من بعد بديت الرحله ديالي من راقي الراقي، كل واحد وشنو كيقول ليا. كاين اللي كيقول ليا انت زهري، وانا اصلا ما بيني وبين الزهريه غير الخير والاحسان. كاين اللي كينصحني بالصلاه، ولكن كنحاول نصلي خويا وما كنقدرش. غير كان بدا يا اما كان بطل الوضوء، ولا كان بدا نعوج فمي في الايات. يا ربي تسمح لي، كيفاش كنت كنقرا راه بزاف. داكشي علاش ما بقيتش كنقرب من القران ولا كنقراه، كنحس براسي بحال اللي كندير الذنوب. كنقرا وفي نفس الوقت كنسمع تخسار الهضره، حتى كتخرج ليا شي كلمه بلا ما نشعر. الوالده ومن بعد سنين حملات بخويا الصغير، كلشي عاتبها في العائله وكيقولوا لها حتى كبر ولدك عاد نطيت ولدي حشومه عيب، ولكن هي ما كانتش مسوقه. داكشي اللي كتب عليها الله، شحال هما كيحاولوا. ولدات خويا، انا ديك الساعه باقي مريض، حيت هادشي اللي فيا غادي يطول. عام ما قريت، من بعد رجعت لقرايتي وليت حدودي بزاف، حتى من دوك صحابي اللي كنت كنريح معاهم ما بقيتش. اصلا كل واحد وفين تفرق، ما بقيناش مجموعين في قسم واحد. ولاو كيخرجوا عليا اشاعات، شي كيقول تشير، شي كيقول تسكن، وكانوا مطلعين عليا بحكم انني كنت كنعاود ليهم باللي عندنا الجن في الدار. ما بقاتش عندي ديك اللياقه البدنيه، وليت كنحس براسي بحال شي راجل شارف. كنجري جوج خطوات كنعيا، حتى من ظهري بحال بدا كيتقوس، بالرغم من انني كنت ولد لي رياضي وواقف على الصح. شعري بدا كيشيب وملامحي تبدلوا. تصور معايا ولد عنده 18 عام بدا كيتكمش ليه وجهه. اللي شافني كيعطيني اكثر من السن ديالي، وكيقول لي مستحيل انت يكون عندك السيزيا. وحتى من الاستاذ كنت كنصدمه، خصوصا الا كان كيهضر لينا على التاريخ ولا شي حوايج قدام طراو. انا براسي ما كنعرفش دوك المعلومات منين كيجيو، ما عمرني ما قريتهم في شي كتاب ولا عرفتهم. اما فاش كنا كندخلوا عند الفلسفه كنت كنبقى ندوي فحال شي ملحد. كلشي ولا كيقول عليا بلي انا ما كنامنش، وعاد ما زادوا بعدوا عليا. واحد الليله خويا، كان خويا الصغير تقريبا عنده شي شهرين ولا 3 شهور، انا ما كنتش واعي بهادشي اللي غنعاود ليك، ولكن قالتو لي الوالده بالحرف. ضربات الفيقه في نص الليل، خويا كان ساكت وما كيبكيش، ناط باش تطمئن عليه. شعلات الفيوز اللي كان حداها، حتى كان بان ليها انا واقف مقابل مع خويا. قالت لي بلي كنت كنشوف فيه شي شوفات خايبين مستحيل يكونوا ديالي. وبلا ما نطق بحتى شي كلمه رجعت لبيتي باش ننعس. الصباح كتقول لي شنو ديك الخلعه درتي ليا، علاش دخل عليا البيت؟ بديت كنقول لها والله الوالده ما كنت واعي بداك الشيء، راه ما حسيتش براسي باش خرجت من البيت. قالت لي هادشي راه بزاف، شي نهار تنوض تقتلني انا ولا تصفيها لخوك. حتى الوالد ما كانش بايت معانا، كان مشى عند جدي العروبيه. تخلعت بزاف وبدات كتعيط للوالد وكتقول لي خصك ترجع. دازو دوك اليومين وانا ساد عليا غير في البيت، وليت خايف على الوالده وعلى خويا الصغير. كنت ما كنحس براسي حتى كنلقى راسي داير شي حركه غريبه. كنت عامل مع الجسد ديالي بحال شي واحد شارف. كنت مشى بشويه وكنشد في ظهري، كنبغي نعكز على شي حاجه باش نوقف. جا الوالد وبدا كيقلب ليا تاني على شي فقعه، حتى صدق جاب واحد خونا الاصل ديالو من بني مسكين، نعتو ليه غير شي ناس. داك خونا جا، ولكن عينو كانت في حاجه اخرى. قال الوالد انت راك زهريه وعندك الجن مسخر وتقدري تخدمي به الا بغيتي. أغلبية اللي قال ليها كلهم عيالات، يعني أسماء جنيات معروفات في المغرب. قال لي راهم ما كاينينش في الدار، ولكن راه معاك نتيا، وفيما مشيتي غادا تلقايو. بدا كيقرا عليا ومتحرك فيا والو. نسيت ما نقولك أخويا بلي ديك الأيام وليت كان حماق على اللون الكحل، وفيما مشيت كتلقاني لابسو. حوايجي كاملين خرجتهم وكنخلي غير الكحول، وليت مبلي بديك الموسيقى ديال الميطال. كيحمقنا توصل 12 الليل ونديرهم في الكاسك ونبقى نسمع ليهم. نتوما عارفين الاغلبيه ديال دوك الاغاني كيحتويو على كلمات شيطانيه، وهادشي كان كيخليني عرضه للمزيد من الشياطين والجن، خصوصا السفليين. نسيت ما نقول لك، يومين قبل ما نوقف على خويا ديك الوقفه، قبل ما يرجع الوالد، كنت ناعس بيتي حتى كنحلم بشي وحدين دخلوا عليا. كانوا افارقه وجههم كحل بزاف، وما كانوا لابسين والو، هازين في يديهم المعازيف. بداو كيطبلوا ويغنيو، صوتهم كان حرش، وحتى اللغه باش كيغنيو ما مفهوماش. مع بداو كيغنيو
كنقول لك اخويا البيت ديالي عمر وما بقات حتى شي بلاصه، حسيت بهم طايرين بيا من كلها. قلت الجو تقال وانا بديت كنتخنق وكنقول صافي غنموت. كنت كنفكر غير نشهد ولكن حتى الشهاده ما بغاتش تنطق ليا. وبالرغم من انني خفت الغد لي عاوتاني تصنت لذاك الشيء. رجعوا للفقيه اللي جابوا الوالد على قبلي اللي ولا كيوسوس للوالده وكيدخل ليها شي هضره اللي ما كانتش عارفاها. كيقول لها انت راه معاك جن صحاح، راهم يقدروا يخدموك يعاونوك فاش ما بغيتي، غادي تولي واعره يوليو عندك الفلوس، خاصك غير تفعلي الزهريه ديالك. ولا بغيتي انا نعاونك، نساني انا كاع واش كاين. الوالد تعصب عليه وقال لي شنو هاد الشيء، دابز معاه وبقى كيقول لي خرج عليا ما تقولش لمراتي هكا. هو مبغاش يتفك علينا لدرجه انه في الاخر ما لينا سحر في الدار عاد مشى، كان باغي باي طريقه يجر الوالده لعنده. هي مسكينه ديك اليامات بحال ترفعات، حتى خويا الصغير مبقاتش كديها فيه. كنكونوا جالسين حتى كتجبد لنا داك الموضوع، ولات كتقول لينا خصني نزور، خصني ندير لهم الصواب ديالهم. عمر الوالده ما كانت كتقول هاد الهضره، الحاجه الوحيده اللي كانت مبليه بها هي الذكر والقران وكيف ما قلت لك دوك الاناشيد. ديك اليامات كان عندنا واحد السبوع في الحومه، حد المراه يلاه ولدات، وفي الليله اللي غتولد فيها الوالده كانت حلمات بديك المراه الشارفه، ديك المراه اللي كانت كتجيها شحال هادي لابسه الابيض، وقالت لها شوفي غتمشي عند فلانه وغتقول لها تسمي ولدها على ولدي، وإلا ما سماتوش على ولدي ما تلوم الا راسها. كانت هي نفسها المراه اللي حلم بها الوالد واللي قالت له دوك السميات. مشات الوالده وصلت لديك المراه الهضره وصدقات سمات ولدها ميمون، واخا ما وافقش لها راجلها على هاد السميه ولكن كانت خايفه على ولدها، خصوصا انها كانت كتامن بهذا الشيء حتى هي. اما انا خويا في ديك الايام كنت باقي كنعاني، ما شديتش الباك، مشيت قريت غير بالنيفو، كنت باقي عيان ومريض، ما كنقدرش نتمشى المسافه طويله، ضروري منشي الطاكسي عاد نمشي للمدرسه. واحد خونا روحاني جابوا لي الله كان كيقرا معانا، وهو اللي قال لي بلي عندي واحد الجن شارف ساكنني حيت تخطيت واحد السحر مدفون في شي خلا. وفعلا ما رجعت بيا الذاكره اللور، تفكرت الخلا اللي كنت كنريح فيه وقلت يمكن نكون بصح تخطيت شي حاجه. جبتو معايا للدار وجاب معاه حتى ولد عمو كيفهم فهاد الشيء، قالوا لي فعلا راك تخطيتي شي حاجه، امك ماشي زهريه غير عندها رفقه صالحه وصافي. وحتى هاد الدار كانت عامره بالجن المسلم ولكن جريتو عليهم بسبب داك المارد اللي جبتيه معاك. عاودت لهم كل شيء ولقيت كاع داك الشيء اللي كانوا قالوا لي راه صحيح، حتى من السحر اللي عندنا في العتبه واللي رشوا لينا داك الفقيه حيدوه لينا. الحمد لله مبقات عندنا حتى شي حاجه في الدار، وحتى انا مور 4 شهور كنت تحسنت ورجعت الصحه ديالي كيف كانت. دابا اللي نقدر نقول لكم من هادشي كامل هو ديك الفجوه اللي هضرت لكم عليها في الاول كانت هي الخلا وداك السحر اللي تعرضت ليه. اما بالنسبه لدوك الرفقه الصالحه اللي كنت كنشوف في صغري فبالنسبه ليا كانوا نعمه من عند الله والحمد لله حيت رجعوا ليا. يمكن هادشي الوالده ولكن راه قايسني حتى انا. دابا خويا راه عندي 30 عام وهادي هي قصتي اخويا، وكنشكرك اللي قبلتي دوزها عندك. الخوت كانت هادي قصتنا ديال اليوم، كيف العاده اللي عنده شي قصه فحال هادي ولا شي موقف طرا معاه يقدر يخليه ليا في انستغرام. كنشكركم بزاف على حسن الاستماع وكنضرب لكم موعد في القصه الجايه، ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو فراسكم.